دكتور يعني اسمح لنا، كنا بنتكلم قبل الفاصل في نقطة الهجرة غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية في بعض الأحداث اللي حصلت في الفترة الماضية، يمكن هي أثارت الرأي العام، أثارت كتير من المصريين، حادث مركب رشيد الأخير. لكن لو حبينا نعرف رأي حضرتك كرئيس لجنة التضامن الاجتماعي في الهجرة غير الشرعية، إيه هو رأي اللجنة في هذا الموضوع؟ أولاً أنا ضد أي عمل غير شرعي، وبعدين يعني دلوقتي أعلن رئيس الدولة إن مصر أولى بأبنائها، وقال إحنا بنفتح مشاريع جديدة، ما تيجوا تشتغلوا في المشاريع الجديدة. بس كمان عشان نبقى في وضوح، هو أي مشروع جديد الفترة بتاعت إنشاؤه بتاخد قد إيه؟ سنة ونص؟ سنتين؟ ها؟ طيب، أهالي اللي إحنا يعني بنتقطع ألما وحزنا على شبابنا اللي بيضيعوا بدون مناسبة عشان بيبحثوا عن فرصة عمل، أنا عايز أسأل حاجة، هو أنت دفعت كام عشان تغوص في أعماق المياه وتضحي بحياتك وحياة ابنك؟ هو احنا لو جمعنا الشباب دول والمبالغ اللي انتم، مش هقول بقى للدولة، اللي انتم رغم المعاناة اللي انتم فيها، انا بسمع يعني مبالغ ضخمة جدا بتنفق عشان اطلع ابني على قارب مش مؤمن عشان أضيعه، وأنا دافع كام؟ 50,000 و100,000. طب لو جمعنا عدد الشباب ده وجمعنا المبالغ اللي انتوا دفعتوها دي وعملنا مشروع صغير هنا في مصر واشتغلتم هنا وأنتجتم هنا، مش أحسن ما ابني يضيع؟ لو عملنا ده وجمعتم الإمكانيات دي وطلبنا من الجهاز المصرفي في مصر ان هو يقف جنب شبابنا ونبدأ نفتح مشروعات، مش ده اولى؟ انا بتعشم ان هذه الواقعة المؤلمة ان تكون الاخيرة.